السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولا تنسى كذلك الضغط على الجرس، هذا الذي يظهر في الشاشة، ليصلك كل جديد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولا تنسى كذلك الضغط على الجرس، هذا الذي يظهر في الشاشة، ليصلك كل جديد إن شاء الله.